هؤلاء هم أئمة أهل البيت الاثنى عشر عليهم السلام. لو تلاحظون أنا ميز بينهم في الألوان. طيب ليش؟ حتى أبين أنهم على مراتب. فالإمام علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين هؤلاء جمعوا بين فضل القرابة وفضل الصحبة، هم صحابة. ومن علي زين العابدين إلى محمد الجواد هؤلاء ليسوا صحابة لكنهم من أهل البيت وهم من أئمة العلم والهدى والتقوى. وعلي هادي والحسن العسكري هم في المرتبة الثالثة ومحمد المهدي في المرتبة الرابعة. ومهم جدا يا أحباب أن نتعرف على هؤلاء الأئمة من أهل البيت، وبإذن الله بصف لكم كلام مرتب عن كل شخصية. ونبدأ الآن بعلي بن أبي طالب. ممكن نتكلم عن علي بن أبي طالب وفق هذه المحاور: فضائله، وصوله، زوجاته، أولاده، قالوا عنه، ثم تراثه رضي الله عنه. أما عن فضائل علي بن أبي طالب فيكفيه شرفا وفخرا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال له: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الله أكبر. والمحدثون من أهل السنة نقلوا أحاديث كثيرة في فضائل علي بن أبي طالب، حتى يقول أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول: لم يرد في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب. الله أكبر. من الذي نقل فضائل أهل البيت؟ أليس هم الصحابة عليهم رضوان؟ من روى عن هؤلاء الصحابة؟ أليس هم أئمة أهل السنة والجماعة؟ لا، وأزيدكم من الشعر بيت، لا بيتين. هل تعلمون أن أحد أئمة أهل السنة قتل لأنه نقل فضائل علي بن أبي طالب؟ يعني حبا في أهل البيت مات، مو بأي إمام، مو أي عالم، بل أحد رواة عندنا الكتب الستة، وهو أبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله. اجتمع عليه النواصب لأنه جمع كتاب في فضائل علي بن أبي طالب وسموه كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أحاديث في فضائل علي بن أبي طالب يرويها عن الصحابة عليه رضوان الله. اجتمع عليه النواصب في الجامع وضربوه، وضربوا خصيتيه وداسوا عليه ثم أخرجوه من المسجد حتى مات رحمه الله. دمه سال حبا في علي بن أبي طالب رحمه الله. الإمام أحمد بن شعيب الخراساني النسائي، هذا هو الإمام والذي جمع سنن النسائي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكتاب يعتبر من أعظم كتب أهل السنة، يأتي في المرتبة الخامسة بعد صحيح البخاري ثم مسلم ثم أبي داود والترمذي ثم النسائي. وهذا كتابه في فضائل علي بن أبي طالب، كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وبعدين يجيك واحد غير جاهل مسكين يقول لك أهل السنة ما يحبون أهل البيت، كبرت كلمة. هذه فرية عظيمة على أهل السنة. أهل السنة سطرت أقلامهم فضائل أهل البيت، سالت دماؤهم حبا لأهل البيت. وغدا بإذن الله نواصل، ما أقول حديثنا، أقول متعتنا، متعتنا في الحديث عن علي بن أبي طالب. والله الله بالنشر.